هذا أخونا يقول: هل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات يكون بدعة دائما مثل ما يذكره المتأخرون باستحباب بعد كل صلاة للإمام ويؤمن المأمومون مع عدم فعله صلى الله عليه وسلم باستحباب الدعاء؟ نعم باستحباب الدعاء. نعم سيأتينا إن شاء الله تفصيل لأن هذه مسألة مهمة. سيأتينا إن شاء الله ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه، واللي سمينا أشرت لها بأن تسمى السنة التركية، سأتي بتفصيل لكن لأتكلم عن هذه المسألة. عندنا مسألة الدعاء عقب الصلاة يتنازعها ثلاثة مسائل فقهية. المسألة الأولى الدعاء عقب الفريضة مباشرة، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه دعا بعد فريضة مباشرة، وإنما كان يدعو وإنما كان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، كما ثبت من حديث عائشة وثوبان وغيرهم رضي الله عن الجميع. ولكن يقول ابن القيم لو أتى بهذا الذكر الوارد ثم دعا فلا بأس، وأما النافلة فإنه يشرع ويجوز أن يدعو عقبها مباشرة. هذا واحد. الأمر الثاني ما يسمى بالدعاء الجماعي، بأن يدعو رجل والباقون يكررون دعاءه. هذا الدعاء لم يعرف في العصور المتقدمة، وقد ألف الشيخ عبد الحق الهاشمي من علماء الحرم توفي آخر القرن الماضي 1399 قبلها بقليل رسالة سماها القول المسموع في بدعية الدعاء المجموع الذي يكون بصوت واحد، وممن أنكرهم المتقدمين ابن الحاج في المدخل وابن أبي زمانين في كتابه أظن أصول السنة أو في كتابه الفقه نسيت الآن. وأما إن دعا باب التأمين فهو جائز، قد أجيبت دعوتكما كان موسى يدعو وهارون يؤمن. الأمر الثالث وهو مسألة رفع الصوت، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت في يعني بل نهى الله عز وجل لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، فرفع الصوت بهذه الطريقة التي قد تؤذي الذي يقضي الصلاة يكون ممنوعا. الأمر الرابع المداومة عليه، هذه الأمور الأربع تجتمع، فالمداومة هو المنهي عنه، ولذلك قد يكون بعض الإخوان مبتلى في بلد هذه البلد يدعون بهذه الصفة، فنقول لو فعلتها مرة أو مرتين فلا حرج عليك، ولكن ابدأ بتخفيفها، فأول ما تبدأ بأن تترك المداومة، ثم بعد ذلك تدل الناس على التأمين بدل الدعاء المجموع، ثم بعد ذلك تخفض الصوت وتجعله دعاء بصوت لا رفع فيه الصوت، ثم بعد ذلك أن تجعله بعد التسبيح عفوا بعد الاستغفار والدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلت هذه الأمور الأربع وسلمت منها فإنه بأمر الله عز وجل يكون لا منع منه بإذن الله.